كلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو منهج غير مستقيم هذا من النصيحة وليس من الغيبة، بل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين. فإذا رأينا أحدا مبتدعا ينشر بدعته فعلينا أن نبين أنه مبتدع حتى يسلم الناس من شره. وإذا رأينا شخصا عنده أفكار تخالف ما كان عليه السلف فعلينا أن نبين ذلك حتى لا يغتر الناس به. وإذا رأينا إنسانا له منهج معين عواقبه سيئة فعلينا أن نبين ذلك حتى يسلم الناس من شره. وهذا من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. التحدث بين الطلبة فيما بينهم، سواء فيما بين الطلبة أو في المجالس الأخرى، ما دمنا نخشى من انتشار هذه البدعة أو هذا الفكر أو هذا المنهج المخالف لمنهج السلف يجب علينا أن نبين حتى لا يغتر الناس بذلك.